جدا. هذه هي نتائج الاستغفار. أولا، لا يتعذب الإنسان في حياته أبدا، لا جسميا ولا نفسيا، لقوله تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، بسورة الأنفال الآية 33. نلاحظ جاءت بالصيغة الإسمية كلمة معذب للدلالة على الشمولية، وما كان الله معذبهم، فالاستغفار ينجي من كل أنواع العذاب الجسمي والفكري والاجتماعي. ثانيا، بالاستغفار تنفتح كل أبواب الخير على الإنسان وتنفتح كل البركات، لقوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، على لسان نوح عليه السلام وبسورة نوح الآية 10. فماذا يريد الإنسان في دنياه أكثر من ذلك؟ ثالثا، الاستغفار يزيد الإنسان والمجتمع قوة ذاتية. يقول أحد الرسل الكرام: يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، مثل ما ورد على لسان هود وبسورة هود الآية 52. رابعا، يكفل الاستغفار للإنسان الحياة السعيدة الممتعة. تقول الآية الكريمة: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، بسورة هود الآية 3.